هلا هيدا جاي بالترويج هون الترويج هلا اهلا وسهلا اعزائنا المشاهدين، عوده لكم بمباراه جديده من دوري السيدات. مباراه عم تقام بهذه اللحظات على ملعب امين عبد النور بمدينه حمدون. نعتذر اولا على التاخير اللي صار بسبب عطل تقني. النتيجه 1-0 ل 11 فوتبول برو، تسجل بالدقيقه 13. دقائق اعزائنا المشاهدين، بنذكر تشكيله الفريقين. مباراة بقمة الأهمية، مباراة التتويج بهذه اللحظات. كرة خطيرة لصالح فريق نجوم الرياضة على الجهة اليمنى. اللاعب رقم 47 اللي بتحاول تمر، لكن تغطية ممتازة من الدفاع بالبرو لكن مقطوعة. بترجع للخلف، محاولة إخراج الكرة وبتخرج إلى ركلة رمية تماس بهذه اللحظات. إذا أعزائنا المشاهدين، التشكيلة لفريق 11 فوتبول برو بحراس المرمى: لاميتا، ديب، نور، نجيم، ماريا، سمعان، تيا، ريتا، ظاهر، وتالا، أبي عقل، جولي، عطالله، صوفي، فياض، وستيفاني القزة، سيرينا، منصور، كريستي معلوف، وإبلينا الحداد. هدف أول ل 11 فوتبول برو سجلته اللاعب رقم 10 كريستي معلوف بالدقيقة 13 من الشوط الأول. إذا هيدي تشكيلة الـ 11 فوتبول برو. بنذكر بهيدي اللحظات تشكيلة الفريق الآخر يلي بيلبس الأزرق والأسود، فريق نجوم الرياضة بحراسة المرمى: دنياد بالدفاع، ريدا، وهاب، كارلي، خرفوش، كلارا، بنجار، مارا، نوح، جوليني، شاهين، وزهرة، عساف، لما، لما وواعد، رعد، ورين، سحمراني، وهبة علوش. نعتذر إذا أخطأنا بذكر أحد الأسماء. إذا أعزائنا المشاهدين، ما زلنا بالدقيقة 22 من الشوط الأول. هدف أول سجلته اللاعب رقم 10 بفريق 11 فوتبول برو. 22 من الشوط الأول، هدف أول سجلته اللاعب رقم 10 للفريق وهدف الفريق اللاعب كريستي معلوف. هدف أعطى التقدم لمصلحة فريق 11 فوتبول برو بالدقائق الأولى. هدف ممكن يأثر كثير على مجريات المباراة، خصوصا انه الهدف تسجل بالشوط الاول، يعني بيعطي حافز بالمباراة بكاملها للتقدم وللهجوم وعدم الاضطرار الى المجازفة. هذا الشيء اللي حنشوفه بفريق نجوم الرياضة اللي متأخر بهدف ودي يحاول يخرج من منطقته الدفاعية الى منطقته الهجومية، مما يسبب بثغرات بالدفاع. كله هيدا بسبب الهدف اللي سجلته كريستي بالدقيقة 13، هذا بقمة الأهمية، لعله يكون هدف التتويج. ذكر ترتيب
مجموعة بالصدارة، فريق 11 فوتبول برو بست نقاط. يليه هجمة مرتدة لكريستي. شو عملت كريستي بهاي اللحظات؟ وهدف. شو هالكريستي معلوف، هدف تاني ل 11 فوتبول برو بطريقة ولا أجمل ولا أروع. كريستي معلوف سجلت الهدف الأول. كريستي معلوف بنشوف بهاي اللحظات سجلت الهدف التاني بعد خطأ من حارس فريق نجوم الرياضة، ما بأثر بعدنا بالشوط الأول. كريستي ممتازة، كريستي هداف يلي ينطبق عليها القناصة يلي بترعب الحراس. شوف هاللحظات، كريستي متوجه تحية لميلتا بالفريق اللاعب رقم 13 بالبدلاء. أصبحت النتيجة إذن 2-0. كريستي معلوف قلبت الطاولة بأول الأشواط. إذن 2-0 أعزائنا المشاهدين، أصبحت النتيجة و 11 فوتبول برو متقدم وبفرق جيد لا بأس فيه، لعله يحسم المباراة بالدقائق الأولى. كرة لصالح نجوم الرياضة على الجهة اليسرى. ملعب حمدون عم يستضيف مباراة بقمة الأهمية بهذه اللحظات، مباراة تتويج، مباراة مهمة مقطوعة من الهجوم فريق نجوم الرياضة ومهارة فردية عالية من اللاعب رقم 15 لينا حداد اللي حصدت لقب هدف دوري السيدات بالموسم الماضي. 2-0 إذن أعزائنا المشاهدين، والهدفين كانوا بإمضاء كريستي معلوف صاحبة الرقم 10، هدف أول بالدقيقة 13 وهدف الثاني بالدقيقة 23. هل منشوف الهدف الثالث بهذه اللحظات؟ ممتازة مرتدة لكن بين أيدي حارسة المرمى بفريق نجوم الرياضة. كنا عم نذكر أعزائنا المشاهدين ترتيب الدوري للسيدات بالصدارة 11 فوتبول برو بست نقاط، بالوصافة نجوم الرياضة. كرة خطيرة من جديد لصالح 11 فوتبول برو. كريستي معلوف صاحبة الخطورة والتهديد الأول والثاني بتلعبها بهاللحظات وتسديدة بتخرج إلى رمية مرمى أو ركلة ركنية. الحكم بيقول ركلة ركنية بهذه اللحظات. إذا بالصدارة 11 فوتبول برو بست نقاط، يلي نجوم الرياضة بست نقاط، أما الأخاء أهلي علي وسلام صغرتا صفر نقاط، بحيث خسر مباريتين كليهما بمبارياتهم مع نجوم الرياضة و 11 فوتبول برو. لذلك الأمر مباراة تحمل أهمية كبرى، مباراة التتويج ومباراة الاحتفال باللقب دوري الناشئات دون 17 سنة. ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء لكن مقطوعة من الدفاع بفريق نجوم الرياضة. مناخ جيد جدا بمنطقة الحمدون على ملعب أمين عبد النور، مناخ جيد لا بأس به. كرة من جديد لصالح 11 فوتبول برو عند اللاعب رقم 12 اللي عم ترجع الكرة بالخلف بعيد لهذا تلعبها ركنية وعرضية داخل منطقة الجزاء. الرأسية ما كملت ولو سددت بالكيفية اللازمة نحو المرمى لسجل هدف ثالث. خطورة معتبرة عم بتشكلها نجوم فريق 11 فوتبول برو ونجمات الفريق بدوري الناشئات دون 17 سنة. دقيقة 26 من الشوط الأول والنتيجة ما زالت 2-0 لفريق 11 فوتبول برو. الهدفين سجلوا بأقدام المهارية والقناصة كريستي معلوف
دقيقة 13 هدف أول والدقيقة 23 هدف ثاني، يعني كل 10 دقايق هدف كريستي معلوف. هل منشوف بالدقيقة 33 هدف ثالث تطبيقا لقاعدة كل 10 دقائق هدف. رمية تماس بعيد اللحظات على الجهة اليسرى عم تنلعب بسرعة داخل منطقة الجزاء. لعب رقم 16 تسدد تسديدة جيدة جدا لكن ما بتساعد وبيساعدها الحظ بتخرج إلى رمية مرمى. إذن رمية مرمى ركلة حرة ثابتة لفريق نجوم الرياضة بعيد اللحظات، تنلعب على الجهة اليسرى بيحاولوا بناء هجمة لكن مقطوع من الهجوم لفريق اي اف بي ومحاولة هدف ثالث باستماع لوف. كادت تخطف الكرة وتسجل هدف جديد لكن الحارس فريق نجوم الرياضة بيتصدى للكرة وبيلعب كرة سريعة بعد الدقايق. كرة بمنتصف ملعب نجوم الرياضة، كرة ملعوبة جيدة جدا عند اللاعب رقم 26 تحمل كرتها بتلعب كرة عند لاعب رقم 11 نجوم الرياضة عم بيحاولوا يحرزوا الهدف وتقليص الفارق على الجهة اليمنى. شو بتعمل؟ بتمر عن الأولى والثانية، ممتاز مرور مرور ولا أروع عن الثالثة، بتمر وبتخسر الكرة بالدقائق الأخيرة وبتخرج إلى ركلة ركنية. حكم شو بتقول؟ يعني بعد اللحظات عملت الصعب صعب ترى من 11 بنجوم الرياضة اللي مع الكرة بهاللحظة بتلعبها للخلف و رقم 9 بتلعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء لكن بين أيدي الحارس بفريق 11 فوتبول برو اللي بعد شباكها ما تلقت ولا هدف بهيدي اللحظات. كريستي معلوف بتعمل كنترول جيد للكرة بتلعب للجهة اليسرى اللي رقم 14 لكن مقطوعة من نجوم الرياضة. نجوم الرياضة ما بدهم يستسلموا أبدا، بدهم يحاولوا ينهضوا من جديد ويقلصوا الفارق. مرور ممتاز عند اللاعب رقم 14 بترجع للخلف من جديد، محاولة بناء هجمة كرة جميلة و ارتطام بين اللاعبتين لكن ما في أي خطورة. وممتاز المرور من نجوم الرياضة عن طريق اللاعب رقم 12 اللي بترجع للخلف ترجع للاعب رقم 20 عشان كل لاعب بترجع من جديد لمنتصف الملعب الدفاع الى الجهه اليمنى. لاعب رقم 11 اللي عم يشكل خطوره على الجبهه اليمنى الحكم الأول بعيد المباراة هو الحكم دموع البقاري اللي نالت الدعم وأشادوا فيها جميع الحكام قادة المباريات الكبرى بين دوري السيدات وتلقت الإعجاب من جميع الجهاز التحكيمي بالكرة اللبنانية. الحكم بيقول فيها شيء، الكرة عند اللاعب رقم 11 بتلعب وبتمر. شو بتعمل؟ بتبحث عن مسندة هجومية بترجع للخلف لكن مقطوعة بترجع لعند المهاجم فريق 11 فوتبول برو بمنتصف الملعب. كرة للخلف منتصف الملعب مقطوعة من جديد، كرة هل ترتد من جديد لترجع فريق 11 فوتبول برو؟ بتلعب للجهة اليسرى
كريستي ما لف بتقف عند كره بتمر كريستي بمهاره فرديه عاليه كريستي شو بتعمل كريستي شو بتعمل بتمر مره ثانيه لكن تخرج الى ركله ركنيه من جديد كريستي معلوف صاحبه الهدفين الاول والثاني لفريق إلفن فوتبول برو شوف كيف مرقت كريستي لكن خرجت الكره ركلة ركنية إذن منفذة بمنتصف منطقة الهجوم بفريق الهجوم الرياضة كرة ممتازة مقطوعة من الدفاع من هجوم الرياضة وتسديدة بين أيدي حارسة مرمى فريق إلفن هجوم الرياضة كرة ملعوبة سريعة على الجهة اليمنى وعند اللاعب رقم 11 المهارة الفردية اللي عم تحضر بهذه اللحظات وبالدقائق السابقة دمع البقار عم تطلب دقيقة للراحة وشرب المياه الحكم طلبت من اللاعبين عدم الخروج خارج الملعب تسمعوا أعزائنا المشاهدين بهذه اللحظات الدعم من الجهاز الفني والجمهور لفريقي إلفن فوتبول برو ونجوم الرياضة مين راح يحمل الكأس مين راح يكون بطل دوري السيدات البطل راح يكون قد أحرز 9 نقاط من أصل 9 نقاط يعني العلامة الكاملة 10/10 إذن رمي التماس بهذه اللحظات لفريق نجوم الرياضة في منتصف الملعب عند الدقيقة 35 كرة عند اللاعب رقم 11 كما ذكرنا عند مهارة فردية عالية الحكم بتقول أوت لصالح نجوم الرياضة تماس من جديد وعليك من جديد لصالح إلفن فوتبول برو كرة جديدة جيدة جدا لنجوم الرياضة على الجهة اليسرى وتسديدة ليست كما يجب أن تكون بين أحضان حارسة مرمى فريق إلفن فوتبول برو يلي ما زالت إلى هذه اللحظات لم تتلقى أي هدف كرة بمنتصف الملعب مقطوعة من نجوم الرياضة لكن من جديد ل نجوم الرياضة اللاعب عم تسعى عم ترى للخلف عم بتمشي الكرات عم تدخل إلى العمق عم بتحاول تخترق الهجوم الدفاع بفريق إلفن فوتبول برو لكن لحالها بتمر اللاعب رقم 11 بتساعدها وبتمر مرة جديدة لكن هجوم خطير من إلفن على إلفن فوتبول برو من نجوم الرياضة لكن بين أيدي الحارسي فريق إي إف بي
أهمية التماس إذا لصالح 11 فوتبول كلوب هيدي اللحظات. خطير لصالح هجوم الرياض على الجهه اليمنى، لكن مقطوع من الدفاع بفريق اف بي 11 فوتبول برو. هل تخرج الى ركنيه ام الى رمي التماس؟ دفاع ممتاز من 11 فوتبول برو بهذه اللحظات. الجمهور عم بحفز فريقي 11 فوتبول برو واي اف بي، عفوا هجوم الرياضه. كره المهاجمه عم تسعى بتلعب عرضيه ممتازه، هل بنشهد هدف؟ هو تسديد بين احضان حارس مرمى فريق اي اف بي، علامه كامله حارس فريق 11 فوتبول برو. تبديل جديد بهاللحظات، عم بيستعد للدخول لاعب رقم 66 لفريق نجوم الرياضه على وشك الدخول. تتلقى تعليمات من المدرب، كره ممتازه عند لاعب رقم 22 بتمر على الاول والثاني والثالث، لكن بتخرج الى ركله ركنيه بهيدي اللحظات. ركلة ركنية فريق 11 فوتبول برو عم بدافع بهيدي الدقايق، وفريق نجوم الرياضة عم بحاول يحرز أهداف تقدم وأهداف عودة. ركلة ركنية عم تلعب داخل منطقة الجزاء وتسديدة كادت تمر بهيدي الدقايق، لكن بعيدة كانت عن قدم. الهجوم بفريق نجوم الرياضة اس اي اس، لاعب رقم 66 بفريق اس اي اس نجوم الرياضة عم تتجهز للدخول. لطيفة كيلاني تتجهز للدخول بهذه اللحظات لتعطي إضافة هجومية لهجوم اس اي اس بهذه الدقائق. كرة بمنطقة الدفاع دي اف بي، لاعب رقم 17 تلعب للامام، لكن بين اقدام المدافعين بفريق اس اي اس نجوم الرياضه. اذا ركله وكرات متناهله على الجهه اليمنى من الملعب، منتصف الملعب لفريق اس اي اس. عم بيحاولوا يهجموا، عم بيحاولوا يعملوا قذافه هجوميه وهدف، عم بحاولوا يحصدوا بهذه الدقائق هدف تقليص الفارق. وممتاز، كرة عالية جدا ل 11 فوتبول برو عند كريستي معروف، لكن ما وصلت لكريستي، ما وصلت لمعروف. لطيفة عم تتجهز للدخول، لطيفة كيلاني لاعبة المهارية بفريق اس اي اس. هجوم جديد لصالح فريق اس اي اس، محاولة جديدة لبناء خطورة لكن مقطوعة ممتازة داخل منطقة الجزاء وبين ايدي حارس مرمى فريق 11 فوتبول برو. الهجوم والمحاولات كلها عم تتكسر امام
مهارة حارس مرمى 11 فوتبول برو، كرة عالية أرضية كادت تكون خطيرة لكن ما تكملت. مقطوع من دفاع 11 فوتبول برو إلى 11 SAS، تخرج إلى رمية تماس لطيفة. كيلين عم تجهز للدخول بهذه اللحظات. مين اللي بدها تخرج بهذه الدقائق مكانها؟ اللاعب رقم 71 رين سحمران، بتخرج وبتدخل مكانها لطيفة لتشغل الجبهة الهجومية لفريق SAS وتعمل إضافة. هل رح تعطي إضافة جيدة للهجوم أو لا؟ هيدا اللي رح تكشف إنه الدقائق القادمة على قناة الاتحاد اللبناني لكرة القدم على اليوتيوب. نطلب من أعزائنا المشاهدين فضلا وليس أمرا بمتابعة الصفحة واشتراك فيها عبر زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلن أي جديد بما يخص الكرة، كرة القدم اللبنانية بجميع الفئات العمرية والدرجة الأولى والثانية وكرة الصليب. ممتازة هذه المباراة اللي عم تقام على ملعب أعزائنا مشاهدين على ملعب أمين عبد النور بمنطقة بحمدون. ضغطتين فقط على نهاية الشوط الأول وتبديل أيضا بفريق 11 فوتبول برو بهذه اللحظات بخروج اللاعب رقم 18 تالا أبي عقل، ودخول مكانه اللاعب رقم 7 سيسيل اسكندر. دقيقتين على نهاية الشوط الأول وانتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول بانتظار الحكم على قديش بدها تعطي وقت بدل عن ضائع. كرة مرتدة لصالح فريق SAS، ممتاز بتمر عن اللاعب عن الثاني كانتش تمر. هجوم فريق SAS بترجع للخلف وبتمر بمهارة فردية بمنتصف الملعب عند اللاعب رقم 9، بترجع للخلف وبتلعب وتسديدة كادت تعمل خطورة وتغالط حارس مرمى فريق 11 فوتبول برو، لكن بن هيدا الحارس بنشوف الإعادة الكرة كيف كانت. شوف التسديدة أصابت المرمى لكن الحارس بفريق 11 فوتبول برو تألقت كالعادة من أول مباراة عم تتلقى الكرات بكل ثقة وتفوق. ممتازة هذه الكرة بمنتصف ملعب فريق SAS ل 11 فوتبول برو لكن مقطوعة من SAS وبترجع من منصف الملعب من جديد ل 11 فوتبول برو. حكم دموع البقر بتشير خطأ لصالح فريق EFB. كرة خطيرة لكن خطأ ترتكبه سيسيل على الهجوم فريق SAS. كرة حرة مباشرة اللعب كانت
وكادة تباغت حارس مرمى فريق الكلاب في جول برو وتدخل الشباك ونشوف إعادة تسديدة كيف كانت قوية وفوق مرمى حارس الفريق إلفن فوتبول برو على بعد سنتيمترات وكادت تلامس الشباك. تخرج من جديد إلى رمي التماس لإلفن فوتبول برو. ثواني على نهاية الشوط الأول أعزائنا المشاهدين. إذن الحكم بتقول رمي التماس لصالح اس اي اف بهيدي اللحظات. من جديد لا إلفن فوتبول برو. تماس لصالح اي اف بي بهيدي اللحظات. سجل الهدفين بفريق إلفن فوتبول برو المهاجمة المهارية كريستي معلوف بالدقيقة 13 والدقيقة 23. هدفين مهمين بقمة الأهمية لا إلفن فوتبول برو بالشوط الأول. هدفين من الممكن أن يتوجوا فريق اي اف بي بطل الدوري. للناشئات دون ال 17 سنة ممتازة الكرة على الطرف وتخرج الى رمية التماس لصالح إلفن فوتبول برو. والحكم دموع البقار تنهي تتصفى نهاية الشوط الأول بتقدم إلفن فوتبول برو بهدفين مقابل لا شيء عن طريق ستيفاني وعلى كريستي معلوف بالدقيقة 13 والدقيقة 23. دقائق قليلة ومنعت لكم الشوط الثاني. عزيزنا المشاهدين ما تروحوا ولا بعيد.
نعود لكم أعزائنا المشاهدين بالشوط الثاني من مباراة 11 فوتبول برو ونجوم الرياضة EFP و SAS، مباراة نهائية بتجمع فريقين مع 6 نقاط ب6 نقاط، فريقين متصدرين لكن فارق الأهداف هو اللي فاصل بيناتهم بهذه المباراة. النتيجة هي اللي بتحسم اللقب، هي اللي بتحسم البطل. الشوط الأول انتهى بهدفين مقابل لا شيء، وهجمة خطيرة للاعب رقم 11 بفريق نجوم الرياضة وتسديدة. يا الله على الكرة، شوف الجهاز الفني بفريق أسياس كيف محمس، كيف عم بيشجع، كيف من فعل ما بده يخسر، ما بده يخسر اللقب. شوف التسديدة وخروج الكرة إلى خارج الملعب وانفعال من الجهاز الفني. الشوط الأول انتهى بصالح بهدفين لصالح 11 فوتبول برو، هدفين بإمضاء المهاجمة المتكاملة هجوميا. كريستي معلوف وهجمة خطيرة إذن لا اس اي اس على الجهة اليمنى، لكن خطأ لصالح هجوم الرياضة بهاللحظات على ما يشرف منطقة الجزاء. هيك أخطاء بيستفيدوا منها جدا الفرق، خصوصا بدور السيدات بما شاهدناه من أهداف بالكرات الثابتة اللي شاهدناها على ملعب الأنصار في منتصف الملعب. هدفين كان من أجمل الأهداف لدور السيدات، كان على تعليق الزميل رياض عميرات عندما أحرزوا الهدفين بنفس المباراة على ملعب الأنصار. هدفين عبر كرة ثابتة مثل هذه الكرة لكن بمنتصف الملعب. إذا كرة ثابتة على مشارف منطقة الجزاء، هل تشكل خطورة وتحرز هدف تقليص الفارق بهذه اللحظات؟ جمع البقار على الحكم عم يتوقف حائط الصد بانتظار صفرتها. كرة حرة، ركلة حرة ثابتة، هل نشهد من خلالها هدف تقدم وتقليص فارق؟ جمع البقار على عطاء صفيرتها ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء، ورأسية من دفاعات فريق 11 فوتبول برو وبتخرج إلى ركلة ركنية من جديد. ملعوب الكرة سريعا على الجهة اليمنى، مرور جيد وملعوب داخل منطقة الجزاء. ممتاز الهجوم بفريق السياس بعد استراحة بين شوطين، شوط المدربين بدأ وخطط المدربين بدأت على أرض الواقع. بعد هجوم كثيف بنشوف بالإعادة تسديدة كانت ممتازة من هجوم 11 عفوا من هجوم SAS، لكن ركنية من جديد بنلعب داخل منطقة الجزاء، وكادت تباغت الدفاع وملعوب داخل المنطقة وبتبرم عن كرة وبتسدد تخرج من جديد إلى ركلة ركنية. لا SAS ما بدهم يخسروا، ما بدهم يخلصوا من هيدي البطولة إلا وهن رافعين اللقب. هيدي اللي عم بيحاولوا يسعوا له، ما عم بيرضوا غير باللقب وبدهم يخسروا، عم بيحاولوا مرارا وتكرارا لتقليص الفارق واحراز هدف من بين هدفين. ركله ركنيه عم تلعب هذه اللحظات داخل منطقه الجزاء وبالراسيه ممتازه كانت، وكادت تباغت الشباك ويسجلوا الهدف الاول. شوف الاعاده، الكرات الثابته عم بتشكل الفارق. شوف الراسيه كيف كانت ممتازه، كادت تباغت حارس مرمى 11 فوتبول برو وتفوت الى شباكة النظيفة الى حد هيدا اللحظة. مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني من مباراة 11 فوتبول برو و SAS نجوم الرياضة. كرة بمنتصف الملعب مقطوعة من جديد لـ SAS لكن من جديد لـ 11 فوتبول برو.
تخرج إلى رمية التماس. رمية التماس ملعوبة بالبرو وكريستي معلوف بمرتدة خطيرة وجديدة. كريستي شو بتعمل؟ بتسدد؟ لا، بتقطع كرتها وبترجع للخلف. مقطوعة من دفاعات أسياس وخطأ ترتيب كريستي معلوم بهيدي اللحظات. كريستي أحرز الهدفين الأولين لفريق لبن فوتبول برو ومعشي هدناها بكرات خطيرة. هجمة مرتدة لأس إياس مقطوعة من دفاعات لبن فوتبول برو. الشوط الثاني شوط ممتاز إلى حد هذه اللحظة من خلال الهجمات اللي عم بتصير من خلال الكرات والمهارات يلي عم نشاهدها بهذه اللحظات. وملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن حارسة مرمى اي اف بي بتلتقط الكرة اولا وتحمي فريقها من هدف تقدم وتقليص فارق. اذا بنلاحظ الكرة النسائية خشونتها اقل بكثير من كرة القدم للرجال. مرتدة خطيرة لأس اي اس ومقطوعة. شو هالحارس بفريق 11 فوتبول برو، فعلا الحارس نصف الفريق. وكيف اذا كانت حارسة مرمى 11 فوتبول برو هي الحارسة؟ لميتا الديب الرقم الصعب. لميتا يلي عم تتصدى الكرات العديدة بكل ثقة، على عكس ما شفنا حارس مرمى نجم الرياضة ما عم تتوفق بالكرتين اللي تلقت من الأهداف. هذا عدم توفق لكن المهارة موجودة والثقة عندها. كرة الـ 11 فوتبول برو على أوفسايد. الحكم دومار بقار بتشير إلى أنه في تسلل. فارايت التسلل. ملعوبة بمنتصف الملعب لأس اي اس من جديد. مقطوعة من اي اف بي الى هجمة. مقطوعة على الجهة اليسرى. انتظار المساندة الهجومية. وهانس دموار بقار بتصفره لصالح اس اي اس. تلعب الكرة وبتخرج من جديد إلى حارسة مرمى فريق 11 فوتبول برو ومن جديد إلى منتصف الملعب. كرات متنائلة ملعوبة عالية كادت كريستي. مقطوعة بمنتصف الملعب. الحكم ما عم بتقول فيها شيء. توقف الكرة لإطمئنان على سلامة اللاعبات الموجودين على أرض الملعب. هجمة مرتدة لصالح فريق اس اي اس بتخرج الى رمية التماس. نشوف بهيدي اللحظات الكأس اصبحت جاهزة. انتظار معرفة هوية البطل. اتحاد اللبناني لكرة القدم منظم البطولة وكل البطولات اللبنانية.
في اللحظات لقب الهداف والميداليات للمركز الأول والثاني ولقب الفائز Women's Championship. إذن دوري السيدات وبطولة السيدات للناشئين دون 17 عام بهيدي المباراة رح نعرف هوية الفائز وصاحب هذه البطولة والكأس اللي شفناه أمامكم أعزائنا المشاهدين. الأمانة قدم عم يبذل جهود جبارة بنقل المباريات ومتابعتها ومواكبتها من جميع ملاعب اللبنانية ولجميع الفئات العمرية والبطولات المحلية من دوري السيدات ودوري الشباب ودوري الدرجة الأولى والثانية وحتى الثالثة والفئات العمرية وكرة الصالة ومباريات المنتخب. كرة بمنتصف الملعب لـ 11 فوتبول برو مقطوعة من SAS بمحاولة لإحراز هدف تقليص الفارق بهذه اللحظة. هل مش هدف أو المباراة بتنتهي على ما هو عليه؟ مقطوعة ممتازة من 11 فوتبول برو كريستي ترجع للخلف تحمي كرتها لعب الكرة على الجهة اليسرى وخرج الكرة إلى ركلة إلى رمية تماس رمية تماس إذن لصالح 11 فوتبول برو لعب رقم 17 بتخسر كرته وإلى رمية تماس جديدة لأس أي أس ولا 11 عفوا كرة بمنتصف الملعب لفريق الهياس بمحاولة لإحراز هدف تقليص الفارق والعودة إلى المباراة. هل نشهد هذا الهدف أو لا؟ كرة ممتازة على الجهة اليسرى وبتخرج إلى رمية تماس. ومهارة عالية على هجوم 11 فوتبول برو لكن مقطوع من جديد لصالح دفاعات SAS ومرتدة وتسديدة داخل منطقة الجزاء بين أحضان حارسة المرمى اللي كانت تخطئ من جديد على الأخطاء بالنسبة للحراس اللي كلفوا كتير خصوصا مثل هيك مباريات أمام أنظار اللاعبات في كأس البطولة. بعيد اللحظات مرة أخرى بانتظار وضع اسم الفريق الفائز على الكأس لمعرفة الفائز وهيدا بطولة توب سكر يعني هداف البطولة رح تكون من نصيب من يا ترى بالدقائق الأخيرة نكشف هالموضوع أبي معنا كرة مرتدة لصالح SAS لكن مقطوعة من دفاعات 11 فوتبول برو إلى حارس المرمى. استكمل الكرة وخطأ من جديد
جديدة ممتازة لمصلحة إياس، ما بتصيب الجول. الأمانة التسديدة كانت جيدة جدا، لكن غير مصوبة نحو الهدف. لو مصوبة نحو الهدف كنا شفنا تصدي خيالي أو هدف خيالي. الكرة بمنتصف الملعب لصالح فريق اس اي اس بالشوط الثاني. هن للأمانة أفضل، كما ذكرنا هو الفريق المتأخر، يعني لازم يتقدم ولازم يعمل كثافة هجومية. إنه نهاية المباراة على ما هي عليه، منا من مصلحته نهاية المباراة بتقدم 11 فوتبول برو، يعني 11 فوتبول برو هن أبطال دوري السيدات للناشئين دون 17 سنة، يعني هن اللي راح يرفعوا على الكأس على ملعب حمدون، على ملعب أمين عبد النور. نصف ساعة على نهاية المباراة، نصف ساعة على معرفة هوية البطل ومعرفة المتوج بهذا الملعب وبهذا الكأس، نصف ساعة تفصل على معرفة بطل دوري الناشئات للسيدات. والحارس لم يتأدب من جديد، عم تتألق وعم بتكون بالوقت المناسب بالمكان المناسب وعم تحمي شباكا من هدف بهذه المباراة وتخرج بكلين شيت. الحرة غير مباشرة لصالح فريق 11 فوتبول برو بمنتصف الملعب، وكرة مرتدة لكن مقطوعة من دفاعات اس اي اس على الطرف من الملعب، والكرة بتخرج الى رمية تماس جديدة على مشارف منطقة الجزاء. من هيدي النقطة رمية التماس، بحال كان منفذ التماس يجيد الرمية القوية بإيده تلعب داخل منطقة الجزاء مثل الركنية، لكن ليس كل اللاعبين بيجيدوها، وهجمة مرتدة لصالح فريق السيئات على الجهة اليسرى، وبتخسر الكرة المهاجمة فأم تسعى من جديد إلى اس اي اس. كرة بمنتصف الملعب لصالح فريق 11 فوتبول برو، خطأ حكم، طابع حكم،
الطابة، جيب الطابة هبا. على الجهة اليسرى من الملعب لصالح فريق 11 فوتبول برو المباراة البدائية. تعطي سيناريو المنخفض بعد تقدم 11 فوتبول برو بهدفين بالشوط الأول، وبعد الفورة الهجومية اللي شاهدناها بأوائل الشوط الثاني لفريق الاس اي اس. وخطيرة كانت لـ 11 لأس إي آس، لكن بين أحضان الحارسة لا الدفاع لا وسط الملعب بهجمة ممتاز، لكن مقطوعة ومرتدة لصالح فريق أس إي آس بمنتصف الملعب. اللعبة عم تسعى اللي بتسدد بين ايدي الحارسة المتألقة مثل ما ذكرنا. لا متقدم مباراة ممتازة ممتازة الحارسة لميتا الديب اللي عم تتصدى لكرات عديدة، وكريستي وستيفانيا عفوا و كريستي معلوف بتقود هيدي الهجمة، لكن ما بتتوفق فيها مثل ما توفقت بالهدفين الأول والثاني. ما يقارب 22 دقيقة على نهاية المباراة بتقدم أس الـ 11 فوتبول برو. إذا انتهت المباراة على ما هي عليه، ممتاز هيدي الكرة مرتدة لصالح فريق أس إي آس، وما مرت أو تمر، كانت كرة خطيرة جدا على مشارف منطقة الجزاء. نلعب على الجهة اليمنى، تدخل داخل منطقة الجزاء، ترجع للخلف من جديد، مقطوعة على صالح 11 فوتبول برو، وممتاز التمرير من منتصف الملعب وإلى هجمة مرتدة مثل ما ذكرنا بالشوط الأول. الفريق المتقدم راح تكون له الأريحية بالدفاع، والحكم تمال بقار ما ترفع اي خطا بهذه اللحظه. نشوف الاعاده، تبديل بهذه اللحظات عن الفريق اس دخول اللاعب رقم 30 وخروج اللاعب رقم 17. كرة ثابتة على مشارف منطقة الجزاء لصالح فريق اس اي اس، بتلعب بهاللحظات داخل المنطقة، وتسديدة بالراس وخطيرة على مشارف منطقة الجزاء، رأسية كادت تلامس الشباك، قريبة جدا كانت ما يبعد بسنتيمترات على الشباك بفريق 11 فوتبول برو، لكن الحظ ما حلفها. بنشوف كيف كانت الإعادة، لكن كرة باللحظات هيدي عم تلعب بمنتصف الملعب. كما ذكرنا فريق اس اي اس هو الافضل بالشوط الثاني بشوط المدربين.
الصورة واضحة كثير بسبتسيتي اللي عندي كواليتي. مرتدي بهذه اللحظات لفريق 11 فوتبول برو على الجهة اليسرى ومقطوعة من جديد من دفاعات اس اي اس وتسديدة على مشارف منطقة الرزق بتخرج الى هرم ركلة مرمى لصالح فريق اس اي اس. إذا كرة بمنتصف الملعب لصالح فريق 11 فوتبول برو صرنا بالدقيقة 72 18 دقيقة على نهاية المباراة 18 دقيقة على تسليم هيدا اللقب هيدا الكأس لفريق الفائز بهيدي المباراة فريق صاحب التسع نقاط بالبطولة هيدي. من هو البطل؟ راح نعرفه بالدقائق الأخيرة إذا انتهى المباراة على ما هي عليه. الـ 11 فوتبول برو هي البطل. أما إذا عادت اس اي اس بالمباراة وأحرزت التقدم هي بتحمل اللقب. إذا كرة بهذه اللحظات بمنتصف الملعب كرات مقطوعة لصالح اس اي اس نجوم الرياضة لكن من جديد لـ 11 فوتبول برو. كرة اللعبة رقم 22 تلعب للجهة اليسرى منتصف الملعب هجمة جديدة لـ اس اي اس على الجبهة اليمنى لكن تغطية دفاعية بتخرج إلى ركلة تماس بمنتصف الملعب فريق 11 فوتبول برو ممتازة الكرات متنقلة لكن مقطوعة من اس اي اس من جديد 11 فوتبول برو مرتدة اللعبة رقم 15 بتسقط وبتحصل على خطأ الحذاء الذهبي بالموسم الماضي كان من صالح اللاعب رقم 15 بفريق 11 فوتبول برو. كان من صالح فينا الحداد تخرج الى رمية تماس حكم دمار بقرب 3 دقيقة لا أخذ الأنفاس بشرب المياه للتحية للحكم الأول ومساعدينا اللي عم يقودوا المباراة Thank you.
تبعت الكرة بمنتصف الملعب لصالح فريق اس اي اس. دقائق قليلة امام نجوم الرياضة للعودة بهذا اللقاء في المنافسة من جديد على اللقب الغالي يلي عم بيلعبوا هيدي المباراة الاخيرة بينهم بهيدي البطولة، بطولة الناشئات للسيدات. وهجمة مرتدة وتسديدة ممتازة كانت وكادت تمر من جديد على شباك حارس مرمى فريق اس اي اس الى هدف جديد. 12 دقيقة على نهاية المباراة، 12 دقيقة على رفع اللقب ومعرفة هوية الفائز. بمنتصف الملعب اليسرى لصالح اس اي اس، وهجمة خطيرة على مشارف منطقة الجزاء. محاولة لا تعديل النتيجة، احتجاج من الجهاز الفني على هذه الكرة الأخيرة. هل هناك لمسة يد؟ الحكم دموع البقار صاحب القرار الأول والأخير بحال كانت لمسة يد أو لا. وهجمة جديدة لـ اس اي اس نجوم الرياضة. وبتخرج إلى رمية مرمى وكرة حرة، كرة ثابتة لحارسة مرمى فريق 11 فوتبول برو. بمنتصف الملعب لمصلحة فريق 11 فوتبول برو على الجهة اليسرى. مقطع الكرة بتخرج إلى رمية تماس. الحكم عم بتقول لمصلحة 11 فوتبول برو. أنا ما شفتها
رمي التماس بهذه اللحظات على مشارف منطقة الجزاء مقطوعة من دفاعات السياس. ملعوب الكرة على الجهة اليسرى. خرج إلى ركلة التماس لمصلحة نجوم الرياضة. التماس على مشارف خط التماس ودخول ممتاز للعبة رقم 11 ومرور بتسديدة كادت تضغط الحارس مقطوعة وبتخرج من جديد بين أيدي حارس مرمى إلى زميلة لعب الفريق على الجهة اليسرى ومقطوعة من جديد. هجوم ممتاز و مكثف من أسعياس نجوم الرياضة وتسديدة ممتازة بالعارضة كانت باغت الشباك وتدخل. منشوف الإعادة التسديدة كيف كانت كرات طول أخطر باغت حارس المرمى فريق إلى بنفضل الكره. شوط المدربين شوط تميز فيه نجوم فريق أسعياس التسديدات الممتازة والهجمات المكثفة والرائعة. كل سلمات لحارس مرمى فريق ليفربول الكرة المتألقة. وهجوم كثيف على مرمى الفريق لمحاولة تعديل النتيجة لكن النتيجة ما زالت 2-0 لمصلحة فريق ليفن فوتبول كلوب. هدفي ستيفان هدفي كريستي معلوف دقيقة 13 ودقيقة 23. كرة جديدة لصالح أسياس على الجهة اليسرى للعب للخلف لعب رقم 2 لا لعب رقم 9 جديد إلى لعب رقم 2. كرة متنقلة بالمنتصف من الملعب والشق الهجومي بمنطقة ليفن فوتبول برو. كريستي معلوف ما بتكمل مع هذه الكرة وبتروح إلى لعب رقم 23 اللي بتخسر الكرة. سيسين سيس وهجمة مرتدة خطيرة لصالح لفن فضل الكرة على مشارف منطقة الجزاء. مرور ممتاز من مرور بانتظار المساندة الهجومية لكن ترجع الكرة للخلف ومرور من جديد ومقطوع الكرة عند اللاعب رقم 9 اللي بانتظار الثغرات في دفاعات الإلف في المباراة لكن مقطوع من جديد. 5 دقائق على نهاية المباراة. 5 دقائق على معرفة هوية البطل. 5 دقائق على تسليم الكأس لصاحبه وكرة بتمر عن المدافعين.
شوف بالإعادة آخر الكرة بحال كانت فيها تسلل أو لا. كرة لمصلحة هجوم الرياضة مقطوعة من إيرن فوتبول برو على مشارف منطقة الرزق وكريستي مألوف تقطع الكرة وتلعب باس داخل على عمق الهجوم وتسديدة والهدف الثالث وهدف رصاصة الرحمة بتطلقه هجوم فريق إيرن فوتبول برو هدف بينهي المباراة وبيعطينا هوية الفايز على مشارف نهاية المباراة وهدف الثالث لفريق 11 فوتبول برو بهذه الدقائق سجل. الأمور صارت صعبة على نجوم الرياضة بعد الهدف الثالث اللي تسجل بهذه الدقائق وتدي الأخير. السلامات للاعب الموجود على ارض الملعب. مول بقار بتعطي الاذن لدخول جهاز الطبي للاطمئنان على سلامه اللاعب. رقم 7 المباراة على وشك الانتهاء والنتيجة أصبحت 3-0 لفوتبول برو. نتيجة صعبة جدا على الهجوم الرياضة العودة بالمباراة بعد الأهداف الثلاثية اللي تلقوها، هدفين بالشوط الأول وهدف بالشوط الثاني. دقيقة واحدة على نهاية المباراة، دقيقة واحدة على معرفة هوية البطل. على ما يبدو 11 فوتبول برو هن الأقرب وعلى أرض الواقع هن اللي حيكونوا أبطال دوري الناشئين للسيدات تحت 17 سنة، وهيدي كرة على الجهة اليسرى. لكن الدفاعات بفريق EFB عم بتكون ثابتة بهيدي اللحظات. هجمة خطيرة للجهة اليسرى ودخول إلى العمق ومقطوعة ومرور جديد بين أيدي الحارس بفريق 11 فوتبول برو، حارس من طراز رفيع للأمانة. أداء عالي عم تلعبه مع مباراة كبيرة عم تقدمها بكلين شيت نظافي شباكة. بهيدي المباراة كانت بمهارة وجهود فردية عالية مع هجوم كثيف من SAS وهجمة في منصف الملعب. نهاية الشوط الثاني بانتظار دقائق 4 بترفع الحكم بدل عن وقت ضائع. دقائق 4 تفصلنا على نهاية المباراة وتتويج فريق 11 فوتبول برو. بعد اللحظات الواقع بيحتم علينا بعد 3 اهداف ودقيقتين 3 على نهاية المباراة بطولة دوري
فرق الناشئات موسم الرياضي 2021. نادي 11 فوتبول برو الرياضي هو بطل طول الدوري الناشئات بعد احرازهم 9 نقاط من اصل 9 عليهم كاملة. هزموا الفرق الثلاثة اللي معهم بالدوري، فريق السلام صغارته وفريق نجوم الرياضة وفريق الأخاء الأهلي علاي. كرة جديدة لـ 11 فوتبول برو على الجهة اليمنى، اللعب على الطرف الأيمن عند كريستي معلوف صاحبة الهدفين، هدفين التقدم اللي صعبوا المهمة كليا على نجوم الرياضة. دقيقتين على نهاية المباراة، دقيقتين على رفع 11 فوتبول برو الكأس الغالي اللي بذلوا من أجله المجهود الكبير والتعب الواضح. كريستي بهذه اللحظات هل بتجيب الكرة؟ بتلقطها على الجهة اليمنى وبتلعبها داخل منطقة الجزاء لكن بين أيدي الحارسة فريقاس إياس. هجمة بمنتصف الملعب لفريق 11 لفريق نجوم الرياضة برقم 9 بتحفظ كرة بتدخل إلى العمق ومرور ممتاز جدا وعم تلعب الكرة وبتسدد وتسديدة وتصدي ولا أروع ولا أجمل. نجم المباراة بعد كريستي معلوف هي الحارسة لاميتا الديب يلي عم بتقدم مباراة خرافية. شوف التصدي العالمي، مباراة خيالية بتقدمها الحارسة لاميتا الديب، مباراة ولا أجمل، مباراة كبيرة جدا يحسب لها الجهد يلي قدمته كانت سبب مهم جدا بإعطاء الـ 11 فوتبول برو هذا اللقب وركنية تلعب داخل منطقة الجزاء لكن ما بتمر إلا إلى رمية تماس تبديل بهذه اللحظات واللاعب رقم 70 ودخول اللاعب رقم 12. مكان كريستي معلوف و ونهاية المباراة 11 فوتبول برو إذن أبطال دوري الناشئات بفريق السيدات 11 فوتبول برو هن البطل هن أصحاب الكأس. الكأس راح ينرفع بهذه المباراة 11 فوتبول برو. مبروك مبروك، مباراة كبيرة قدمتوها ومباراة كبيرة بالشق الثاني قدموها فريق SAS نجوم الرياضة لعبوا مباراة للأمانة جيدة جدا خصوصا بالشوط الثاني ما استسلموا حاولوا للدقيقة الأخيرة. كل التحية والشكر للحكام السيدات اللي قدموا مباراة جيدة جدا، دمال بقار كل الشكر وكل التقدير لجهودها اللي عم تقدمها على أرض الملعب. مباراة ممتازة وجميلة جدا شاهدناها على ملعب بحمدون، مباراة جميلة شاهدنا فيها 3 أهداف متنوعة 11 فوتبول برو إذن أبطال دوري الناشئات دون 17 سنة
هيدي المباراة، مباراة التتويج الكأس، عم بيتجهز لتسليمه لأبطال الدوري. بطولة دوري فرق الناشئات الموسم الرياضي 2021 لمين بيروح؟ لنادي 11 فوتبول برو الرياضي و المنصة للتتويج عم تتجهز بهذه اللحظات. أبطال لبنان، أبطال الناشئات، هن 11 فوتبول برو. مبروك لإلفن فوتبول برو، فرحة كبيرة عم نشهدها على ملعب أمين عبد النور. إلفن فوتبول برو أبطال لبنان، أبطال هيدا الكأس اللي عم نشوفه قدامنا. مباراة كبيرة قدموها، بيستحقوا البطولة، بيستحقوا الكأس. بيستحقوا هيدي الفرحة اللي عم نشوفها. الكأس بهذه اللحظات جاهز ليتسلموا أبطال 11 فوتبول برو أبطال لبنان. ممر شرف إذن من أبطال لبنان للحكام الأربعة اللي قدموا مباراة جيدة جدا بقيادة الحكم دموع البقالي اللي عم بتسلم الميدالية بهذه اللحظات. للتقدير والشكر للحكام اللبنانيات. هارت لاك إذن لنجوم الرياضة، لأبطال نجوم الرياضة. للأمانة قدم مباراة كبيرة، مباراة عنوان للاستسلام. ما بدنا نخسر، لكن هيدي هي المباريات، هيدي هي كرة القدم. اس اي اس فخورين باللي قدموا، اس اي اس فخورين بالوصول إلى هيدي المباراة الفاصلة. الروح الرياضية عند فريق 11 فوتبول برو بهيدي الدقايق بنشوفهم بممر شرف إذن لنجوم الرياضة. اس اي اس شوف الروح الرياضية العالية جدا، منظر بكبر القلب بهيدي اللحظات. مباراة كبيرة قدموها نجوم الرياضة اس اي اس. وعم بتسلموا الميداليات الثانية
ممر شرفي جديد وروح رياضية متبادلة عم بيردوها فريق نجوم الرياضة بهيدي اللحظات. لبن فوتبول برو أبطال لبنان ولقب الهدافين. أبطال لبنان الناشئات عم بيتجهزوا لرفع اللقب الغالي اللي بذلوا من أجله الغالي. هارد لوك لا نجوم الرياضة على المباراة الكبير والموسم الكبير اللي قدموه. إذن أعزائنا المشاهدين لقب عم بيتسلم بهيدي اللحظات لفريق لبن فوتبول برو أبطال لبنان لدوري الناشئات. اللقب عم يرفعوه بهيدي اللحظات بانتظار تسليمه لقائد الفريق والاحتفال الجنوني مع عناصر الفريق. 3-2-1 وبهيدي اللحظات لبن فوتبول برو بطل لا دوري الناشئات. كل التباريك 1-2-3 مبروك لعلبة فوتبول برو، مبروك لعلبة فوتبول برو على هيدا اللقب الجديد. هارد لك لنجوم الرياضة. هارد لك إذن لنجوم الرياضة ومبروك لـ11 فوتبول برو. كنا معكم من ملعب فؤاد الشيخ ملعب نيعب.